معنا من دبي الخبير في التكنولوجيا أيمن عيتاني. أيمن أهلا وسهلا بك. هل فعلا الساعات الذكية تستطيع إنقاذ البشر؟ أم أنه الأخبار التي نتابعها أو تصلنا يعني من حول العالم هي حتى عامل الصدفة يغلب عليها؟ كارولينا، التكنولوجيا اللي عم نستعملها نحن اليوم بعدها بأولها، حتتحسن كثير بعد لقدام، حيكون في بعد أحسن وأحسن، حيكون في نحن كيف عم حكينا وياك هلا حيكون يمكن في تقنية حتطلعنا تحت جلدي أو بمعدتي أو بالحلقة أو اللي عم بتقيس الجسد وتشوف شو عم بيصير وتخبر ويكون في تنبيه عن الأكل، عن ضغط الدم، عن الكوليسترول، عن هيدي كل هالمشاكل. يعني مثل اليوم الشخص إذا بده يخسر وزن بيروح عند حدا بيقول له أنا بدك تخسر هالقد، بدك تخفف أكل هالقد 1800 كالوري وهيك، هلا بصير لا، بهيدي القطعة اللي بتحت الجلد بتقلنا إنه أيمن أنت أكلت كفاية لليوم، خلص صارت الساعة 3، إذا أنت تقلت زيادة ما فيك بقى تكفي أكل إذا حاب تخسر وزن. أو إذا صحياً في شيء سكر دمي أو مشكلة كوليسترول كمان في خبرني. هيدي اليوم بعدها بأولها، بس نحن وصلنا لهذا الاتجاه اللي واصلين له نحن كرمي. بس كيف تعمل هذه التقنية؟ يعني إذا فينا بس نبسطها. هيدي التقنية في إلى شقين، في إلى شق يلي بيتصل بالجهاز التليفون والإنترنت، وفي شق تاني يلي عم بيفحص الدم والجلد والضغط، فعم بيقرأ من جسمنا وعم بيعطي المعلومات للتليفون أو وعلى الإنترنت، والأجهزة الإنترنت عم بتحلل بتقول أوكي أيمن أنت بعمرك بوقتك كل عمرك أنت معدل السكر تبعولك هالقد، بس مسائب هلا عندك مشكلة في شيء عم نبهك أنا أنه عادة معدل السكر تبعولك عادة بيكون هالقد، بس أنت هل عندك مشكلة هلا لأنه يا بأكلي أو مشكلة صحية، فلأنه هي عم تقرأ وعم بث هذه المعلومات على جهازنا التليفون وعلى الإنترنت عم يكون في تحليل سريع مثل الفحص الطبي اللي بنعمله نحن بس نروح على مستشفى، بس على مصغر أكيد، يلي بيسمح لهذه المعلومات أنها تكون مفيدة للأشخاص يلي محتاجتها بصحية. يعني حتى في تقارير عم تتحدث أنه بعض التقنيات الموجودة ببعض الساعات أو السنسرز الرادارات أو اللي بتضبط الأمور، يعني بس لما تقدر ترجمها حساسات تحديدا الكلمة، عم بتكون أهم أو أقوى أو أدق مما يتم استخدامه حاليا في المستشفيات. هل فعليا هذا ممكن أن يكون عامل أيضا إضافي ربما يجعل المستشفيات تستفيد من هذه التقنيات والعكس؟ هلا سؤالك محله، وفي موضوعين، في موضوع على صعيد شخصي وفي على موضوع كمستشفيات. على صعيد شخصي الساعات اليوم، الساعات الذكية اليوم إذا محلها حدا فجأة وقع على الأرض، يعني سقط على الأرض، بتتصل تلقائيا بالأجهزة المختصة لتقول إنه في عارض غريب صار مع الشخص، ليكون في حدا طبيا حتى يتأكد منه. هذا واحد. اثنين، بتراقب اليوم دقات القلب إذا كانت سريعة عالي كتير أكثر مما لازم تكون، كمان تتصل ليكون في إذا لا سمح الله في مشاكل قلبية. حتى إذا حدا صار معه اليوم حادث سيارة، يعني بالساعات الموجودة اليوم إذا صار لا سمح الله حادث سيارة قوي وبطل واعي، بتقدر هي الساعة كمان تتصل تلقائيا لأنه حست بهذا الفجأة اللي صار تتصل، فهيدي فيها تنقذ حياة وتساعد الناس. صح، ولكن النقطة تحديدا اللي عم تحكي عنها أيضا بأمريكا مثلا الشرطة تلقت بلاغات خاطئة لأشخاص بمدينة ملاهي وكانت أيضا عم ترسل يعني إنذارات أو نوتيفيكيشن، هون كمان يعني كيف فينا نحل هيدا الموضوع؟ التقنية كارولينا بعدها بأولها، منشان هيك في يعني مواضيع مثل مدينة ملاهي أو عم بيكون في مش صحيحة المعلومات اللي عم تجي منها أو مش خطرة يعني. هي منا خطرة وهي كان منا طبيعة اليوم. طبيعة اليوم هو ناس يعني مكتب شغل دراسة بالبيت، هو الأجهزة كانت مجهزة لهالموضوع. لما صار في هيدي يعني البلاغات الغير صحيحة يعني منا خطرة، يلي حيصير هو التقنية بدها تحسن لتشوف انه اوكي نحن هيدي النوع الحركة شيء، هالنوع الحركة شيء تاني، مشان هيك نحن هيدي بأول يعني طريقة هيدي التقنية بأول تطوير، يعني وهذا كله بيتحسن وبينحل. طيب أيمن كيف بتتوقع، يعني ذكرت أيضا أنه بعد التقنية بأولها وأكيد رح يكون في متابعة وعمل وتطوير كبير، كيف تتوقع مستقبل هالتقنية وهل ممكن نصل لمحل يكون في ثقة كاملة نوعا ما أو أكثر بكثير بالذكاء الاصطناعي؟ ليكون في نجاح بالتقنية والصحة بده يكون في تقنية بتكون سهلة وتحمل خصوصية
ومفيدة، ومن جهة تانية نحن كأشخاص بنكون نحن مرتاحين ليكون في تحت الجلد في تكنولوجيا موجودة يلي بتقدر إنه تقيس الجسم وش عم بيعمله وتتواصل مع الإنترنت. لما هول الاثنين يجوا سوا حيكون في نجاح أكبر واستعمال كتير أكبر لهذه التقنية الصحية. شكرا جزيلا لوجودك معنا من دبي الخبير في التكنولوجيا أيمن عتاني، شكرا لوجودك معنا.